نطمح إلى التوقيع على مشاركة جيدة في الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها العاصمة الفرنسية باريس. تلك كانت كلمات مدرب المنتخب الوطني المغربي الأولمبي لكرة القدم طارق سكيتيوي خلال الندوة الصحفية التي عقدت بمركب محمد السادس لكرة القدم لتقديم لائحة اللاعبين المدعوين للمشاركة في هذه الألعاب. عازمين إن شاء الله الرحمن الرحيم باش نمشيو مونطال ان شاء الله الرحمن الرحيم باش اننا نوصلوا لي زوبجيكتيف ديالنا. اكيد غادي تكون واحد المشاركه واحد التمثيليه اللي تكون كذلك كتاكد على تواجد المنتخب المغربي اللي جاء ماشي من محض صدفه ولكن جاء على اساس ثابت واستحق. السكيتيوي وخلال حديثه عن مجموعة المنتخب الوطني المغربي والتي تضم كلا من الأرجنتين وأوكرانيا والعراق قال إنه ينبغي معرفة كيفية إدارة هذه المباريات لانتزاع الفوز، مشيرا إلى أن بعض الأندية رفضت فسح المجال للاعبيها من أجل الانضمام للمنتخب، مما يجعل أمر الاستقرار على لائحة واحدة مهمة صعبة. البقراوي البارح كيقول لك من الكلوب ديالو ما خلاش من قبل الوزاني استنى طاكون الكلوب ديالو ما خلاش ان كانت صعوبات كثيره وتداروا دي زافور كبار من جميع المتداخلين كلها من المكان ديالو باش اننا نديروا واحد الفريق اللي يكون ان شاء الله لو ميو بوسيبل باش يمثل المنتخب الوطني بالحجم وبالقيمه اللي كيستاهلها. وعن استعدادات النخبة الوطنية للأولمبياد أوضح الناخب الوطني طارق سكيتيوي أن مصلحة المنتخب الأولمبي حتمت إجراء المباريات بعيدا عن وسائل الإعلام، وهو أسلوب تنهجه كل الفرق للحفاظ على عنصر المفاجأة. كيهمنا هو المصلحة ديال الفريق ديالنا، المصلحة ديال المنتخب كانت كتحتم بأن مؤخرا أننا نديرو مقابلات حتى واحد ما يشوف، والا فشنو راه حنا كنديروا؟ حنا كنعطيو معلومات للفريق الخصم اللي غادي نواجهوه. علينا اننا باحترافيه بذكاء اننا نديروا الامور بواحد لا ديسكريسيون اللي تكون فيها الصالح لنا. المنتخب المغربي سيواجه في المباراة الأولى نظيره الأرجنتيني في 24 من يوليوز الجاري في سانت إتيان بمعنويات عالية وروح تتوق إلى تحقيق نتائج تليق بمكانة وسمعة الأسود.